مشاهدين قناه كريمه وامينه المتنوعه. كاينه معنا لاله امينه مي مره اخرى ان شاء الله. تفضلي ماما غادي توريكم واحد الوصفه جد جد رائعه غادي تعجبكم. زوينه في هذا البرد هذا. غادي توريكم الوصفه ان شاء الله. غادي نمشيو نجيبو دايره ليها نجيبو وراك الصالونبا ان شاء الله. نمشيو للدار وغادي نوريكم اشنو غادي نديرو ليهم وغادي نشموهم يحيدوا هذا المرض هذا. يلا خليكم معنا باش نوريكم الوصفه بالتفاصيل. حنا لهنايا نهار الحد دابا وخا مرات شويه غادي ان شاء الله نديرو هذيك الوصفه حتى هي معاكم وتشاركوها معنا. وتا نتوما الا بغيتو ديروها مرحبا بكم في سناك جمال لالة تكركوس. ما شاء الله عنده داكشي غزال. مرحبا بكم عنده يا كسي جمال. مرحبا بكم مشاهدين قناة كريمة وأمينة المتنوعة. ها انتم كيف ما كتشوفوا معنا ها هي الحريرة والمسمن كل شيء كاين. تبارك الله عليك لالة. وهو كاين عنده حتى الماكله بيتزا شاورما بانيني اللي بغيتو. ها هي شاورما داكشي غزال تبارك الله. سمسطه والبيتزا. هو سمسطه جمال كيرحب بكم في السناك. الصراحه عندهم سيرفيس زوين لا من ناحيه الماكله لا من ناحيه التعامل. سي جمال الله يعمر هذا الدار. هانتوما عندهم الماكلة غزالة. مرحبا بكم. مرايرانش في جمال غزالة تبارك الله. اللي جا لباراج يجي لهنايا راه غادي يطلع فيه في جمال. ودابا المشاهدين من بعد ما تغدينا في البراج تكركوست غادي نمشيو لواحد البلاصه فيها الكاليبتوس فيها الشيبا وفيها واحد المدروزه الغزال. يلا خليكم معنا. انا واعره كنقلعش نقلع شويه هاد السيبان ديها الامينه. هيا يا بسا سخفتي. كنا كنجيو هنا واحد الراجل مسكين الله يرحمه مات مولاه الله يرحمه ويسع عليه. دابا لقينا ولدو قال لينا مسكين مرحبا. ها هي الشيبه الشيبه غادي نديوها الامينه. مع الغروب مع الغروب شتي مع الغروب مع جنى. ودابا من بعد ما قطعنا الشيبه وركبنا فوق الحمار ما قدرناش نمشيو نجيبو فوق منو هذا الكاليبتوس. دابا غادي نمشيو انا وماما. يلا حكي لكم هنا غادي نمشيو نوريكم الشجره ديال الكاليبتوس اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه. يلا خليكم معنا. حنا دابا جينا لواحد البلاصه فيها الكاليبتوس
والصنوبر. اللي ما عارفش اشنا هو الكاليبتوس واشنا هو الصنوبر، ها هو. اشنا هو هذا ماما؟ هذا هو الصنوبر، ها هو شتوه؟ هذا صنوبر، ها كيفاش تيكون؟ ها على كي يكون في الطريق، شي يكون في عطا الله الغابات عطا الله. ها هو. ودابا غادي نوريكم انا دابا غنقطع لماما كريمة بها الكاليبتوس. شي شحال قلعات سيري قلعي. انا بغيت نوري المشاهدين انت اللي غادي يلا دابا هي قلعي بزاف البنت عندي. ها كيفاش ها كي ها الكرستان باش قلعنا هذاك النهار حيت مشى علينا الحاجه الظلام، ودابا راه رجعنا عاودنا ختينا. هذاك النهار بقينا مقابلين الحماطة مشى علينا ودابا المشاهدين ها حنا غادي نمشيو باش نصايبو الوصفة في الدار. يلا خليكم معانا. الوصفة كتحيد الا كان نيفك تيسير وفيك الرواح ومريضة كديريها، راه كنديرها انا وامينة باش ما يتعداو الناس في الدار. كتحيد الرواح تديريها باش ما يتعداو الناس. الناس اللي كاينين كيبقى دابا يتبخ داك البخار تيدير تيحيد داك سمتوني كاين في الدار. كديري كتبخري وكي كنديروا الماء كيطيب. هادو الوراق ديال الصنوبر. اها وهنا كاين الزعتر وكاينه الخزامه راه مفتته، كاين هنا القرنفل وكاين واحد شويه ديال العرعار وشويه الشيح وورق الكاليبتوس. هادو ورق الصنوبر كنديروهم هما ورق الكاليبتوس. هادشي كله اللي تنقول لكم الا عندك اي جوج حوايج ولا اي حاجه وحده مثلا عندك غير هذا غديرو هو والحامض قادي الغرض اولا غير هذا. المهم باش الناس اللي كاينين في الدار ما يتعادوا. عندك اي شيء ومزيان حتى النيف ومزيان بنادمين هذا كيسين داك النيف راه كيتحيد. الا عندك اي الشيح غير هذا الشيح وهادو بركه ماشي مهم باش دير داكشي كله. دير غير هذا هو والشيح ودير معاهم الحامض وخليهم يتبخوا مزيان كتعقم الدار وكدير واحد الزيف وتشم داك البخار ديالو زوين. انا جمعت هادشي كله حيت عندي، الا ما عندكمش ما ديروش كلشي. عندك اي جوج حوايج ملي عندك ديري. عندك اي جوج حوايج ولا ثلاثه ولا غير الكاليبتوس والحامض بركه. ها نتوما هادشي كله كنديرو من بعد ما خليناها تبخات واحد 10 دقائق. دابا شوفوا معنا الطريقه. دير بحال هكا وكتشم هذيك العوا وكتدخلها لنيفك وتدخلها لصدرك واعر. ها نتوما ها كريمه ها هي كريمه. ها نتوما هكا انا كيعجبني صافي كتمشي كتنعسي كتنعسي كتولي بخير كاع ديك الرواح اللي فيك تيمشي. و تنتمناو تجربوا هاد الوصفه راه غادي تعجبكم. درتيها مينا؟ درتها دائما كنديرها انا كنديرها وبعدا الحمد لله. وباقي ان شاء الله نديروا معاهم الزيتون ورق الزيتون ان شاء الله والزعفران الزعفران عود الناس تيصلاح وداكشي. المهم احنا معاهم ان شاء الله. تنتمناو تجربوا هاد الوصفه وتشوفوا واخا تنقول لكم زينه حتى كتجربوا عاد غادي تعرفوا.